هذه النشرة برعاية برجو، إسي مابلر، دنتالي. الإصابات فوق 70,000. السويد تحذر إسرائيل. مرحبا بكم. فوق 70,000 حالة، رقم تخطاه عدد إصابات كورونا في السويد. البلاد أعلنت عن 41 حالة وفاة جديدة بكورونا، يصل إجمالي الوفيات إلى 5411 حالة. السلطات الصحية قالت إن الحالات الخفيفة أيضا تشهد تراجعا مفاجئا، وهم غير متأكدين من سبب ذلك. وفي المقابل، عدد إصابات كورونا بين الشباب من مواليد عام 2001 تضاعف في أول أسبوعين من حزيران يونيو الماضي. الحفلات الطلابية في أوائل الشهر الفائت قد تكون وراء الانتشار المتزايد للعدوى وفق خبراء الصحة. الزيادة لوحظت بشكل رئيسي في سكاربوري ويوتوبوري. الحالات المسجلة كانت لمصابين بأعراض خفيفة. وتخفيف القيود المفروضة على دخول السويد، هذا ما أعلنته الحكومة السويدية اعتبارا من السبت المقبل. سيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم والأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة بدخول السويد بغض النظر عن الغرض من الرحلة. وهذا يعني عمليا أن السويد لديها الآن حدودا مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. البحث جار عن مشغلي طائرات بدون طيار فوق مقر للحكومة السويدية ووزارة الخارجية اليوم. جهاز الأمن السويدي والشرطة يبحثون عن الطائرات ومسيريها في المنطقة. المنطقات الحكومية محمية قانونيا، ويحظر تحليق طائرات درونز فوقها. وزيرة الخارجية السويدية آن ليند تحذر إسرائيل من تطبيق مخططاتها لضم مستوطنات في الضفة الغربية إليها. ليند وفي تصريح لوكالة الأنباء السويدية اعتبرت أن مثل هذه الخطوة لها عواقب على العلاقات بين السويد وإسرائيل. تهديد من رئيسة حزب الليبراليين ميماكو سابوني بأن أي إخلال باتفاق يناير مع حزبي الحكومة والوسط يعني انسحاب حزبها منها. ففي لقائها مع الإذاعة السويدية أشارت سابوني إلى أن عدة نقاط من تلك التي اتفق عليها وبينها تعديل قانون حماية العمل يجب عدم مساسها، ملمحة إلى أنه إذا لم تقم الحكومة بالتغييرات اللازمة فيه فستقوم وحزبها بالانسحاب منها. في أخبارنا الأخرى، مقتل شاب بعد شجار وقع في حديقة الملك وسط ستوكهولم. القتيل توفي متأثرا بجروح جراء طعنات بالسكين، فيما تسبب الشجار تسبب بجرح شخصين آخرين. سقوط طفل صغير من نافذة في الطابق الثاني لإحدى المباني السكنية في مالمو، فيما تحقق الشرطة بالحادثة باعتبارها جريمة خطيرة. الطفل يتلقى رعاية صحية حاليا. وحزب ديمقراطيي السويد يتراجع تحت ضغط بقية الأحزاب عن اقتراح قدمه بحظر الحجاب في مدارس بلدية فيلنغي جنوب السويد. أحزاب أخرى في البلدية ضغطت لإيقاف الاقتراح. دمتم بخير، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية برجو، إسي مابلر، دنتالي.